شارك حال شباب، معكم شركية لشركية كير، جالكم فيديو جديد. فشباب بهالفيديو رح نشرح التفاصيل لآخر أبديت اللي صار لبلاك أوبس 4 والأشياء الجاية للزومبي، والتفاصيل هاي كلها رح أعرفها من ريديت البلوج الخاص بالشركة، كتب فيه كل التفاصيل، وكمان عن الأشياء اللي حكاها جيسون بلندل على الكيو أن إيه اللي سواه على تويتر. فأوكي، أول شيء بآخر أبديت ضبطوا كتير أشياء وضافوا جيم مود الجونتلت، هسوي عليه بث اليوم إن شاء الله. وكمان سووا شيء جدا جدا مهم اللي هو إنه بيرك البي اتش دي سلايدر صار بيرك بي اتش دي فلوبر، صار خلاص يحميك من المتفجرات بشكل كامل، من الار بي جي، من ريجن، من أي شيء. فتقريبا بيرك البي اتش دي فلوبر رجع كبي اتش دي سلايدر، بس إنه بدل الدورفين دايف سلايد. فأظن رح ألعب بهالبيرك دائما من الحين. أنا دائما أحط البيرك الرابع كويك ريفايف من بركاتي، ألعب بديث ويش فيكتوريا ستارتس أو السلحفاة، وبيستمن اب دائما استمن اب موديفاير. فالبيرك الأخير دائما أحط أي شيء، ومعظم الأوقات أحط كويك ريفايف عشان أسوي ريفايف سريع. من الكلام أظن حاليا رح أحط بي اتش دي سلايدر، أقدر ألعب بالريغن، أقدر ألعب بمسدسات مطورة على راحتي نفس أيام بلاك أوبس 1. فإيه هالشيء جدا جدا رهيب. فإيه هي الأشياء اللي عملوها بآخر تحديث، ما في كثير أشياء، بس كتبوا على موقعهم انه في اشياء جاي في اشياء جاي هالشهر، منها الكولينج انه لسه قاعدين يشتغلوا عليها. واضح انه بشهر 5 لما جيسون بلندل حكى الكولينج جاهز وراح ينزل مع اللعبه، كان فكرهم الكولينج شيء بعدين على بعد نزلت اللعبه غيروا رايهم وعدلوا فيه مشان يصير شيء يعني افضل، مشان هيك تاخروا فيه لهالدرجه. اوكي، وكمان نظام الكولينج اللي كتبوه انه راح يكون في مثل 4 افرقه تختار منها، تختار انك تسوي تحديات لفريق معين، وفي 12 تحدي. ما ادري كل فريق له 12 تحدي ولا التوتال كله 12 تحدي، انه يعني كل فريق له 3 تحديات، والتحديات رح تكون صعبة جدا، مو تحديات بسيطة ابدا، لانه هتكون سيزن يعني شهرين لتسوي هال 12 تحدي او شهر ونصف، هتكون تحديات صعبة جدا. اظن انك تحل لغز بدون ولا بيرك، تحل لغز بسلاح معين، يعني تحديات صعبة، ورح تكون جوائز جديدة ما شفناها ابدا، منها انك تغير ملابس الشخصية، فتغير اواعي شخصية مقابل انك تسوي تحدي جدا صعب، ولو سويت التحدي الكل راح يعرف انك سويته لانك عندك ملابس غير يعني. فايه نظام الفاكشن شكله راح يكون جدا رهيب، بس يعني تاخروا فيه جدا، تاخروا فيه صراحة، بس ايه المفروض ينزل قبل بداية الشهر القادم. طيب، اضافوا 3 علكات جديدة ايبك. العلكة الاولى تقريبا بيركاهوليك الا شوي، اللي هي تاخذ 4 بركات، انك تشرب 4 بركات، وبس تستعمل هالعلكة راح تعطيك كمان 4 بركات عشوائية. ما نقدر نقول بيركاهوليك، 4 بركات يعني لسه في تقريبا 10 بركات ما يمديك تاخذهم، فاي يعني نوعا ما اوبي. علكة الثانية انه لما تاخذها راح تعبي لك السبيشال باور واللي هو السبيشال ويبن والقنابل وكل شيء لك ولاصحابك كلهم تصير فل. فيعني لو كنت تفوتوا بوس فايت ويعني قاعدين تشحنوا قبل تفوتوا البوس فايت، لو واحد عنده هالعلكه جدا مفيده، او بنص البوس فايت بس كلكم استعملتوا السوبر باور ومحتاجينها، تفعلوا هالعلكه راح تفيد. والعلكه الاخيره شيء اسمه بون فاير، نفس الفاير سيل بس برخص لك اله التطوير، فاشوفها جدا كويسه. لو كلنا عندنا اسلحه كويسه ونبي نطور فعلها، وكل فريق يلا طوروا اسلحتكم، اظن راح يصير تطوير ب10 نفس الفاير سيل، او يمكن مو رخيص لهالدرجه بس ارخص من المتعودين عليه. اوكي، وفي شيء انه الوان الدارك ماتر والدايمون الاشياء هي كلها راح تجي على الزومبي، بس مو راح تجي من الملتي بلاير، مو اذا طلعتها بالملتي بلاير تجيك على الزومبي، لا، في الوان راح تنضاف للزومبي تطلعها بتحديات جوا الزومبي. فما ادري راح يكون كوبي بيست من الملتي بلاير دايمون ودارك ماتر، ولا في اشياء خاصه للزومبي، نستنى ونشوف. ايه حاليا فينك تطلع دارك ماتر خاص بالزومبي، ما اظن يكون نفس الملتي بلاير اكيد، لا راح يكون له شيء نوعا ما معين، فنستنى ونشوف. كمان حكوا انه راح يضيفوا بيركات جديده على الزومبي، وهالشهر في بيرك جديد راح ينزل على الزومبي، فهتكون شيء فكره جديده، انه مو والله ننزل على ماب والماب يكون في بيرك جديد، لا بيرك برا من القائمه اذا تبي تحط او لا، فاشوف هالشيء حماسي الصراحه. واخر شيء دبل اكس بي، دبل ويبن اكس بي، وجيم مود الجونتلت موجودين حاليا باللعبه. فايه هاي كل اشياء عن التحديث، الاشياء اللي صارت واللي راح تصير بالمستقبل. في اشياء كمان بس اخذت اهم الاشياء، وفي شيء واحد جدا مهم نسيته، ان راح يمديك بالتحديثات القادمه انك توقف الجيم بالبرايفت جيم، يعني داخلين انت واصحابك تحلوا لغز او شيء، تبغى تروحوا على الحمام، بدكم تسوي شيء، الهوست مجرد ما يضغط ستارت راح يوقف الجيم عند الكل. هذا الشيء جدا جدا رهيب،
شيء كنا نحلم فيه بالزومبي من زمان، انه لما تكون برايفت جيم الهوست يمدي يوقف الجيم، مو يوقف الجيم انه جيم اوفر، لا انه بوز، توقف اللعبه تروح تصلي تتغدى كذا وترجعوا بعدين. شيء جدا رهيب الصراحه وراح يصير قريبا. في يعني اشوف اضخم شيئين قادمين هذا الشيء والبي اتش دي سلايدر، انه خلص صار عندك بي اتش دي فلابر، هذا الشيء كنا نحلم فيه. وغير هيك انه الالوان كلها راح تجي على الزومبي والعلوك من الاشياء. فهلا اظن خلصنا كل شيء من التحديث، في شيء نرجع له، في شيء نرجع له، لا هاي خلص كل شيء من التحديث والابديت القادم اللي راح يجي. الحين خلينا نتكلم على الكيو ان اي اللي سوى جيسون بلندر على تويتر، الاسئله اللي سالوا اياها وشو الاشياء المهمه منها. سالوا كثير اسئله وجاوب كثير اسئله، راح اخذ اهم اشياء واحكي لكم اياها حاليا. اول سؤال استهبال، واحد سال جيسون بلندر هل سكارلت هي ابو شو، يعني مو امه، لا هي سكارلت ابو شو. سؤال استهبال. فرد جيسون بلندل حكى لو في سفر عن عبر الزمن ممكن، حتى لو في سفر عبر الزمن صعبه كيف يصير ابوه، بس حكى اذا تقصد أليستر فاي أليستر يكون ابو سكارلت. فاي نبلش بسؤال استهبال. So Dylan Ebin or Ebin asks the question, is Scarlet Shaw's father? It'd have to be some sort of time travel for that to happen, which would get a bit mucky. But if the question is Alistair Scarlet's father, then yeah, Scarlet grew up with Alistair. Obviously, all that kind of backstory is explored in the comic series. And you'll have to watch this space as our other DLCs come out to see what happens with the Rhodes family. بعدين شخص سأل جيسون بلندل شو أكثر شفرة سرية ما حلوها لحد اللحظة تحبها أنت؟ فحكى في شفرة سرية بفويج أوف ديسبير ما اكتشفتوها ولا حليتوها، فأي هي من أفضل الشفرات اللي عنده إياها. فأظن كوميونيتي الشفرات والألغاز الحين قاعدين يدوروا بفويج أوف ديسبير، مع إنه كانوا الناس متوقعين يرد على ماب لقصة الإيثر مو ماب لقصة الفوضى، بس إيه. From Rich Killer TSM, he says hi there. On one hand, I want to ask a question about ciphers. On the other hand, I don't want nor expect any hints. Good. I like to fulfill your expectations. So my question is, what is your favorite unsolved zombie cipher? Which game map is it from? Thanks in advance. Okay, so I would say a couple of my favorites are actually in Voyage of Despair. There's actually quite a few. Now, the only thing I would say, because you said you don't want any hints, sure, you know, I don't want to cause a. بعدين سؤال إنه شو مشان ال HUD اللي هو النظام الاستعراض الأشياء اللي هو نظام البركات، كيف تشوفهم والسبيشال وهيك. كتير ناس مستائين منه انه ما بدهم نظام بلاك اوبس 3، لو مو انه نظام البركات، لا نفس البركات، بس البركات تطلع تحت على اليسار، فوق على اليمين عندك الاسماء، عكس اللي صار ببلاك اوبس 4. فحكوا انه هذا كان الشركه نفسها ردوا على تويتر مو جيسون بلندل، قال انه حاليا ما عندهم اي خطط ليغيروا نظام الاتش يو دي. اشوفه ماشي حاله، بس تبع بلاك اوبس 3 كان احلى بكثير. بعدين واحد سال سؤال ذكي بس جيسون بلندل ما رد عليه او رد عليه بطريقه هيك، حكى له هل بلاك اوبس 4 راح نشوف فيها مابات زومبي اكثر من المعتاد باجزاء بلاك اوبس الثانيه؟ فيعني قاعد يحاول يجاوب بعد التسريب اللي طلع عن 15 ماب زومبي او حزمه خمسه او شيء. فيعني كان الكل متحمس الجواب، وكان رد جيسون بلندل ايه ما انت شفت اللعبه بدات مع اربع مابات زومبي، هالشيء ما صار باجزاء بلاك اوبس. يعني قدر انه يسحب وما جاوب على السؤال اللي نبي جوابه. اوكي سو اد 59 asks, although you probably can't give us a number, can we expect more zombie maps than usual for a Black Ops game? Well, I'm glad to say that we've already confirmed that, because with Black Ops 4 disc and with the Black Ops Pass, you already have more maps involved in this season than we've ever done in a previous Black Ops game. So, yes, 1059. بعدين اخر سؤال، وفي اسئله كثير بس اخر سؤال راح اعرضه اللي هو باقي الاسئله مو مهمه، انه واحد حكى له تقدر تتكلم لنا اي شيء عن الحزمه الثانيه؟ فرد جيسون بلندل حكى انه الحزمه الثانيه ما اقدر اقول هالاشياء على السوشيال ميديا يوتيوب وتويتر ومن هالكلام، هل شيء يعتبر اغريقي بالنسبه لي؟ فيعني قاعد يستهبل، بس جاب سيرة انه هالشيء يعتبر اغريق بالنسبة لي، انه ما يعني ما افهم السوشيال نتورك، قاعد يستهبل اكيد يفهم السوشيال نتورك والفيسبوك وانستغرام وهالمواقع كلها، بس انه ضاف كلمة هالشيء يعتبر اغريق بالنسبة لي. فكل الناس قاعدين يتوقعوا ايوه الماب الثاني ما هيكون نيوك تاون زومبي،
الماب الثاني رح يكون لقصة الفوضى على الإغريق، لأن حسب ما نعرف قصة الفوضى كلها مبنية على الآلهة. Voyage of Despair كان ماب كله إله شو كان اسمه تبع الفايكينج؟ كيف يجي أودن. بعدين عنا ماب IX كان لولا شيء، كان رجوع بالزمن وكذا. بعدين عنا ماب Dead of the Night كان لدانو. فبقي لنا إلهين طالع قاعد يقول آلهة، اللي هي آلهة باللعبة من الكلام، مو قصدي بالعالم الحقيقي، نعرف إنه ما في غير الله سبحانه وتعالى. بس المهم بالآلهة اللي جوا اللعبة باقي زوس ورا، را تبع الفراعنة ومصر من الكلام، فأظن نشوف شيء ماب بالأهرامات. وزوس، زوس إغريقي، فإيه قاعد يقول إنه سؤال عن الحزمة الثانية، وقال هل شيء يعتبر نس إغريقي بالنسبة لي. فجدا واضح إن الماب الجاي راح يكون لزوس وراح يكون بالإغريق، فنستنى ونشوف. أو هذا الشيء اللي قالوا كل كوميونيتي الزومبي، فراح أعطيكم تحريات عسل اللي عندي إياها، اللي هي ممكن قصده إغريق زوس كهربا. فان قبل شاف فيديو اللي قاعد اشرح فيه عن نيوك تاون زومبي وشين الكلام، قلت انه المابات الجاي لقصة الايثري كان ما تكون هاي، كان تكون كحزمة خامسة، كل ماب راح يجمع فيه حجر من احجار الاستافات. بلود اوف ذا ديد جبنا فيه حجر النار، ولسه عنا 3 احجار، الهواء الثلج والكهرباء. فممكن الماب اللي راح نجيب منه حجر الكهرباء يكون له علاقة بالاغريق وهيك، لانه اغريق وزوس وكهرباء يعني ما تكون لها علاقة بالالهة، لقصة الايثر ما فيها شغلة الالهة زوس واودن هيك، بس انه بالاغريق وشيء من هالكلام، انه شيء له علاقة بالكهرباء من بعيد ممكن، بس يعني هالخيار مستبعد نوعا ما. من الاكثر انه الماب الجاي راح يكون قصة الكايوس، مع انه كل التسريبات قاعده تقول الماب الجاي نيوك تاون زومبي، فما ادري الصراحه. او ممكن نيوك تاون زومبي ناخذ منه حجر الكهرباء ويكون له اللغز له علاقه شيء بالكهرباء، ما ادري، قاعد اعطيكم شويه تحريات فنستنى ونشوف. From T Tomo 321 I hope I got your name right there. It says can you tease what's going to be in DLC 2? What a very good and direct question. I don't know if I can say that on these kind of Twitters and YouTube's social media thing. It's all Greek to me. واخر شيء واحد سأله هل راح نشوف نيوتن كوك بوك ببلاك اوبس 4 اللي كان ببلاك اوبس 3 اللي نضيف علكات مع بعض يعطينا علكه قويه؟ فقال ايه راح نشوفه، بس ما ادري اذا نيوتن راح يكون له علاقه بالموضوع. نيوتن الشخصيه، نيوتن مو العالم، نيوتن اللي كان ببلاك اوبس 3 كان له علاقه شيء بقصه الايثر، فراح يجيبوا دمج العلكات، بس انه ما هيكون اسمه نيوتن كوك بوك، راح يكون شيء ثاني. Will something like Newton's cookbook returning to Black Ops 4? Great question. So yes, something will come into Black Ops 4 that allows you to combine your different elixirs together and make new ones. I don't know if Mr. Newton will be coming back, but the mechanic absolutely will be. So thanks, Link Boy Rocks. Great question. وغير هيك في جيم مود جديد لطور البلاك اوت، الفري فور اول، اظن حيكون جيم مود مجنون سريع، الاسلحه اللي فيه كلها تطلق بدون ريلود او شيء من الكلام، وراح يكون الجيم مود مجاني لمده اسبوع. فاذا عندك اي صاحب ما عنده بلاك اوبس قل له يفوت ويحمله، راح يكون ببلاش ابتداء من اليوم او بكره. فيا شباب هالفيديو اليوم اتمنى يكون عجبكم. اليوم راح اسوي بث مباشر نجرب طور الجانتلت، فشيكوا على القناه وبس. كان معكم شركيال وشركه كيش، كم فيديوهات تاني ان شاء الله، مع السلامه.